النادي الاهلي بقى تعالوا نروح سريعا لنادي الاهلي ونبتدي من عند لاعب وسط الفريق المالي علي ديانجو اللي دخل في دايره اهتمامات اكتر من نادي في الفتره الحاليه، يمكن ابرزهم من دوريات عربيه عشان يتعاقدوا معاه في الميركاتو الصيفي. استفسرت بعض الانديه العربيه عن موقف النادي الاهلي من بيع علي ديانج، ولكن لم يتم وصول اي عرض رسمي حتى الان عشان يتم مناقشته جوه النادي الاهلي، ويترقب مسؤولين النادي الاهلي وصول عرض رسمي لدراسته والبت فيه. ومفيش اي مانع عند مسؤولين النادي الاهلي في رحيل ديانج بشرط وصول عرض رسمي ومقابل مادي مغري للموافقه على بيعه في الميركاتو الصيفي. كمان أصبح يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على أعتاب الانضمام للنادي الأهلي، وقد يكون الصفقة الأولى للفريق خلال الميركاتو الصيفي. لاعب يوسف أيمن مع نادي الدحيل القطري في موسم 2023-24 24 مباراة وبواقع 1881 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين وحصل على 6 بطاقات صفراء. وكمان النادي الأهلي خلاص تقريبا خلص كل التفاصيل الخاصة بالاتفاق عشان يضم اللاعب ده، وده طبعا أصبح قريب أنه يكون متواجد في النادي الأهلي أكتر من أي وقت فات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. لسه مكملين جوه النادي الاهلي ولكن مع الكوره النسائيه، وبيعمل مسؤولين قطاع الكوره النسائيه في النادي الاهلي حاليا على البحث عن مدير فني قوي لتدريب اول فريق كوره نسائيه في تاريخ النادي الاهلي واللي بيشارك في الدوري الممتاز بدايه من الموسم المقبل. وضعت اللجنه الاختيار الاول هو مدير فني من ابناء النادي الاهلي، وكانت الكفه بتميل ناحيه كابتن احمد ايوب مدرب النادي الاهلي السابق، واللي طبعا بداوا ان هم خلاص يفتحوا بالفعل معاه مفاوضات حول تولي القياده الفنية للفريق الأول بالنسبة للسيدات في كرة القدم في النادي الأهلي.